السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا جميعا بخير. كده النهارده هنجاوب على شويه اسئله عشان الناس اللي ثانيه واحده النهارده هنجاوب على شويه اسئله كده من الاسك عشان الناس ايه، انا ما بجاوبش وما بردش على كومنتات ولا اي حاجه، فنجاوب كده على شويه اسئله بسيطه ممكن تبقى عند ناس كتير ان شاء الله يعني، ونجاوب عليها من وجهه نظرنا احنا الثلاثه. اتفقنا؟ انا والكاميرا والموبايل، يلا بينا. انا عارف ان المصاحبه حرام، متفقين، وما دخلتش في علاقه الحمد لله الحمد لله، مع ان الفرصه سهله في زماننا ده جدا، بس اللي بيمنعني مبادئي اللي بحاول احافظ عليها. هي اكبر مني بست سنين، بكلمها شات ان احنا اخوات، وكمان انا الوحيد اللي بتقدر ترجع له في مشاكلها رغم فرق السن. المهم مع الوقت خفت يحصل تعلق. لو في الحقيقه انت هتتعلق عادي، وانا لو هناك هتعلق، واي حد معدي هيتعلق. الموضوع ان مفيش بند في الدين عندنا اسمه بكلمها تحت ان احنا اخوات، وطبيعي جدا يحصل تعلق، لان واحده بتحكي لك مشاكلها، اكيد انت راجل واكيد تبقى عايز تعوضها بقى، لا او وانت تبقى الحنين والكلام ده، فطبيعي جدا يحصل تعلق. فمن الاول هي كوتشينه، الشيطان قاعد يفنط واشوف ايه اللي هيمشي معاك. بعد كده راح حاطط لك الكوتشينه، قال لك اقسم، رحت انت اقسم، قسمت يبقى هتلعب، يبقى هتتبع الخطوات، يبقى هيرمي لك ورقه هتقوم واكل، هيحط مش عارف هتقوم مبصر، فخلاص. فطالما ادالك الكارت وانت قابلته فانت خلاص لعبت مع اللعب. فمن الاول خالص عشان ما يحصلش ايه بقى، بص هتحبها وهتحبك، ده بعد طبعا ده حاجه اساسيه يعني، وبعد ما تحبها وتحبك اهلي وعايز، والبنت لا ده اكبر منك بست سنين وما ينفعش، معلش انا مش اهلي مش موافقين، ويبتدي يحصل نزاع وتتعب قوي، وانت وتقعد في البيت تتعب وتتألم، بتعذب نفسك وبتعذبها ليه من الاول، وبتاخد خطوات كتير بتسبق بيها قبل الخطوه الحلال اللي هي مثلا من ورا هنا، انت رحت سابق قوي قوي هنا، ليه بتسبق بالخطوه دي؟ وفي الاخر محدش هيتعب غيركم. السؤال الثاني، اخدت خطوة اني انا البس ملحفة وداري عيني، بس انتقادات رهيبة من كل الناس، انت كده بقيتي ستنا الحاجة، البس النقاب المودرن. او ايه النقاب المودرن يا جماعة؟ ما عنديش فكرة بصراحة. غصب عني ساعات بقول هرجع، بس ايه الصح؟ الصح يا جدعان اللي اي واحد فينا دلوقتي حاسه، اللي هو ايه، انا مرتاح وانا بعمل كده، يبقى ده صح بالنسبة لي. انت مرتاحة عشان تلبس الملحفة، البسيها يا جدعان. ما اهل المعاصي دول انا مش فاهم، بيجهروا بكل حاجة، واحنا مكسوفين بالحاجة الصح اللي احنا بنعملها، والخطوات الترقية الرهيبة مع ربنا سبحانه وتعالى. ففاكس بقى يعني، هم عايشين حياتهم كده، فنسيبهم يقولوا اللي هم عايزينه وبراحتكم، وانا سيبوني براحتي، البس ملحفه، البس اي حاجه براحتي، طالما انا هرتاح وحاسه ان انا دي خطوه مع ربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي يمنع خطوتي مع ربنا؟ الناس، انا قابل ربنا لوحدينا، فدعك منهم. السؤال التالت، اول مره شارك في نشاط طلابي فيه شباب، فكنا بنعمل حاجه مجموعه مع بعضنا، فانا ارتبكت وتوترت ومعرفتش اكمل، لاني اول مره بقى على مسافه قريبه كده من الشباب، والموقف كان محرج ليا جدا. في اخر اليوم واحده قالت لي انت عندك مشكله ومحتاجه تبقي اجتماعيه اكتر وواثقه في نفسك. في مشكله فيا فعلا؟ هو في مشكله فعلا؟ في مشكله ان الدرجه دي من الحياه بقت مش موجوده، فالناس بتستغربها جدا. وبعدين ايه علاقه ده بان انا مش واثقه في نفسي؟ يعني انا مش فاهم يعني، وانا لازم عشان ابقى واثقه في نفسي ان انا اقف كده قدام الواد ونطح وانت وانا واحنا الاثنين زي بعض وخالص؟
يعني الحياة ده دلوقتي زي ما بنقول مفتقد، والطبيعي جدا عند اي واحد وواحدة ما بيتعاملوش ان يبقى فيه الارتباك ده، الارتباك اللي هو من جوه ده، وانت وانت وانا وانت واحنا عارفين، وفي بنات جايه وانت بتحاول تغض عارف، وفي مش عارف ايه، في حوارات تانية انت عارف ايه، في حاجه يا جماعه دي غريزه غصب عننا. فالموضوع ما فيهوش اي حاجه خالص. ستنا عائشه لما عمر بن الخطاب اتدفن جنب سيدنا محمد وابوها ابي بكر، كانت بتلبس رداء خفيف كده، فاول ما عمر اتدفن ميت ها مدفون، ابتدت تستحي تخش بالرداء الخفيف ده. فهنا بيبتدي يجيلك احساس، يا اما الناس دي بتبالغ ومش فاهمه، يا اما احنا اللي مش فاهمين حاجه خالص. السؤال الرابع، الضغوطات دي كلها وحالات اللاشيء اللي عايشين فيها دي نطلع منها ازاي؟ انا فعلا تعبت كل ضغوطات الحياه دي يا جدعان والله العظيم. ناس كتير قوي عايشه انا شايفهم بعناية ما بيشوفوش المشاكل دي، والألف جنيه اللي مش بيكفينا أسبوعين ثلاثة أربعة بيكفيهم هم فترة طويلة. الناس دي اللي بتبني علاقة قوية جدا مع الله سبحانه وتعالى، فتلاقيه الدنيا دي يعني مش واخدة من قلبه كتير، فبالتالي تأثره بيها وبضغوطاتها مش كتير، وتلاقي كده ربنا مهيئ له حياته هو وبيته وزوجته، هما على الهادي كده زي ما بنقول براحتهم عايشين وبياكلوا، ما عندهمش مشاكل، في علاقه قويه مبنيه مع ربنا سبحانه وتعالى. بس كده في رحله ما يعني هم ما عندهم كده رحله، عندهم نصب عينهم كده الدار الاخره، ففي رحله تانية هم مسحولين فيها، هم عايزين يوصلوا لحته معينه. فاحنا انشغلنا بالدنيا الزايد ده طبعا لازم يفتك يعني بقلوبنا، يعني حاجه يعني طبيعيه جدا. سؤال مش عارف الكام، الخامس، اتعامل ازاي مع اللي بيقول اني متشدد ونعرف منين ان احنا متشددين ولا لا؟ والله يعني مش عارف، يعني مش عارف اقول ايه. احنا دايما احنا لما بنقع من مسافه وشايفين ناس عاليه كده عننا زي الجنه كده، يبقى في ناس انت قاعد في الجنه وهم بالنسبه لك كمواقع النجوم دي، انت شايفهم كده، فدي مراتب عاليه قوي، فانت مش قادر توصل للمرتبه دي، فبتبتدي تقول اه انت متشدد شويتين، ما تنزل تحت عشان نبقى مع بعض. طب انا لو نزلت تحت ابقى فين يعني، في مرتبه ايه يعني، تشدد النص ولا تشدد الربع يعني، مش عارف. فاحنا دايما بنتهم الثابتين انهم متشددين عشان احنا مقصرين. فان داي اختلاط وموسيقى والعاب، بس في بنات، مشكله بنات منتقبات بتقول ملناش دعوه وهنروح نقعد بعيد، هل اروح يعني احنا نتجمع وناخد بعضنا كده ونروح نقعد في حته وملناش دعوه بالفان دي كله؟ طيب ما نروح ليه؟ طيب ما نجمع ونروح في حته تانية خالص بعيد عن الفان دي، لان الفان دي في موسيقى والعاب واختلاط، وجودي في المكان هو اعتراف باللي بيحصل. سؤال حلو، انا بكلمش يعني هو يعني ما بيختلطش وكده وبيكلم حد وعارف ان هو حرام، بس مش عاوز يعمل بلوك عشان ده يعتبر قلة ذوق. طيب قلة الذوق الحقيقية انا اسف والله ما قصدي، خليها عندنا. قلة الذوق الحقيقية عندنا لما بقى بعمل ذنب في حق الملك وانا بعمل الكفة كده غصب عني، انا بحط ربنا والذنب، فمش عايز بس اجرح الذنب ده، بس مش هينفع اسيبه عشان هتبقى عيب، عيب في حق يمين، هنا الكفة التانية الله سبحانه وتعالى. فقلة الذوق بتبقى عندنا ان انا اميل الكفة دي عن الطاعة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ولكن نجاهد ونحاول. انا يا جدعان مصر خطوات ما بتنفعش يعني، هبطل اكلمه اسبوع، رسالة بعد اسبوع، فلازم حسم بلوك. ليه؟ عشانك يا رب، والله ما عشان حد تاني، عشان انا مقصر، عشان مش عايز اعمل حاجة حرام، عشان مش عايز اروح، عشان مش عايز انجرف. انا بنت بتعرض لفتن كتير في الجامعه، بس الحمد لله انا بجاهد نفسي كتير وبحس ان دي اكبر ميزه فيا، بس اصحابي بيتريقوا عليا جدا انهم بيقولوا انا ليه راجل مع الرجاله وبنتي معاهم، ويعني عشان انا تعاملي ناشف شويه مع الولاد مش بديهم فرصه خالص انهم يتكلموا، فده ايه الصح؟ اه طبعا، طب ما احنا نبقى رجاله مع الفتن، ما احنا لو ما بقيناش رجاله مع الفتن هنبقى رجاله مع ايه؟ ايوه نبقى رجاله مع الرجاله،
وبنات مع البنات، وامتى بقى نبقى بنات مع الرجاله؟ لما يبقى جوزك ان شاء الله. وامتى تبقى انت راجل قوي مع البنت؟ لما تبقى زوجتك برضه. طبعا ما بتكلمش على ان انت، عشان الناس بس بتفهم كلامي غلط، ما بتكلمش ان مفيش تعامل خالص، واختلاط في حدود صرامه كده، والله واحد اتنين ضروريات، لكن انا اقعد اتعامل وابقى لا بس تزعل بقى براحتكم. اتمنعت اني اكون معيده في الكليه لمجرد اني منتقبه، ضغط من الكل اني اخلعه، والمستعان. يعني خليكي مع الملك زي ما كنتي، عشان الملك هو صاحب الدنيا دي كلها، وان شاء الله يعني مرتبة اعلى من دي بكتير هتاخديها. بس خلاص كده والله، لا حاجات يعني ايه، يعني بتوجع النفسية. احمد بن حنبل كانوا بيقولوله بك يشتد عود الحق ويقوى، فاحنا ليه ما يبقاش انا وانتي وانت بيشتد بينا عود الحق ويقوى، زي ما الناس اللي بره، رئيس الوزراء اللي اعلن واتجوز صاحبه وخلاه معاه في المؤتمر، وصاحبه اتصور مع الستات وخلاص اشتد بيه عود الناس اللي شبهه ورفعوا الرايات وقالوا ان احنا عادي ده اتجاهنا، اشتد بيه عود الباطل. فاحنا لو ما اشتدش بينا عود الحق، السلام عليكم.